وبما أن قطاع الثروة الحيوانية تعتبر من القطاعات الأولية في الأولى في مستوى في داخل الناتج الداخلي الخام للبلد، أي ما يعادل 10% من الناتج الداخلي الخام الوطني، وما يعادل 74% من الناتج الداخلي الأولي للقطاعات الأولية وهي الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، اتجهت الحكومة على إنشاء هذه المؤسسة الصناعية التجارية من أجل إعطاء الفرص الاستثنائية للاستثمار في هذا القطاع بشراكات مع القطاع الخاص، سواء كان قطاع خاص وطني أو قطاع خاص أجنبي أو عربي حتى صح. وبالتالي هي مسؤولة عن استغلال وترقية جميع البنى التحتية من مزارع التسمين ومراكز الحشر الصحي والمسالخ ووحدات التجميل، وطبعا تحديد هذه البنى التحتية لتتماشى مع البنى التحتية العصرية حسب النظم والمعايير الدولية المتعارف عليها. في هذا الإطار أيضا تتدخل موريتانيا بالمنتجات الحيوانية في إنشاء مراكز لتجميع الألبان وأسواق للماشية ووحدات معالجة جميع المشتقات في الشعب الحيواني من شعبة اللحوم الحمراء وشعبة الدواجن وشعبة الألبان وطبعا الزراعات الخضراء للتغذية الحيوانية سواء كانت خضراء أو مركزة. وعليه وقعت الوزارة التنمية الثروة الحيوانية مؤخرا مع الشركة الموريتانية أو المؤسسة الموريتانية صح التعبير للمنتجات الحيوانية على 4 مشاريع استراتيجية تدخل في إطار الخطة السنوية لعمل الشركة إضافة إلى مشاريع أخرى نذكر منها على الأصح. المشروع الأول هو مشروع مركب صناعي للذبح، والثاني مشروع وحدة صناعية لدباقة الجلود دباقة نهائية، ومشروع تطوير زراعة العلاف عبر إنشاء وحدة متكاملة لزراعة العلاف المائية ومركب لتربية أمهات الدواجن. المشروع الأول اللي هو المشروع المركز الصناعي للذبح يتكون من عدة محطات. المحطة الأولى وهي مسلخ يضمن خدمة السلخ بالطرق الممتازة، لأن وحدة المسلخ هذا ودورها. المكونة الثانية وهي وحدة للتعقيق، معناها ستزيد من مردودية المشروع المالية والتجارية والاقتصادية. ثالثا المكونة الثالثة وهو وحدة للتبريد والتخزين تتكون من وحدات تحفظ اللحوم في درجات شامبر فرواد بوزيتيف نيجاتيف، يعني من درجات الحرارة ما بين 12 إلى 18 درجة تحت الصفر. أيضا إلى مشروع وحدة معالجة مخلفات الذبح سواء كانت المخلفات الصلبة أو المخلفات السائلة. والمكونة الخامسة المشروع وهي وحدة تصنيع الجلود ومخلفات الذبح من القرون من الأظافر وما لذلك من أجل استغلالها في مراحل متلاحقة في وحدة تصنيع ودباغة الجلود. وسادسا هي وحدة للتفريغ التوزيع والتفريغ أي دي شامبر من أجل المساعدة على الشحن وإيصال المنتج اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية وطبعا الأسواق الخارجية. التكلفة الإجمالية للمشروع حد حسب الدراسة الأولية تحدد لكوبكس 2.2 مليار و800 مليون أوقية، إضافة إلى الأوبكس يعادل 500 ومعدل الدوران السنوي اللي هو 500 مليون أوقية. وحسب الدراسة الأولية المردودية للمشروع سوف تعود بعد 5 سنوات من الاستثمار الأولي. وطبعا للحصول على المعلومات التفصيلية يرجى الاتصال بالموريتانيا للمنتجات الحيوانية. الوحدة الثانية وحدة الدباقة المنتج النهائي، وهي وحدة دباقة من المراحل الأولية إلى المراحل المنتج النهائي، ويتكون من 4 مراحل: عمليات الحفظ والتشغيل، ووحدة عمليات الدباقة، ووحدة التلوين، ووحدة الفينيساج. مراحل الوحدة الأخيرة وحدة عمليات الفينيساج. هذا المركب طبعا الأخت تحدثت عنها، عندها رغبة في استثمار في مجال استخراج الجيلاتين من الجلود البقر، وهذه وحدات تكميلية تدخل بعد هذه الوحدات الأولية للمشروع. وطبعا الدراسات الاقتصادية تثبت على أن المشروع مردوديته الاقتصادية ستعود بعد 5 سنوات من الاستثمار الأولي، والدليل عليها على أن موريتانيا عندها قابلية بإنتاج 5 مليون قطعة جلد سنوية، ومع المركب الذي سينشأ اللي هو مركب المسلخ سوف تكون زيادة في إنتاج الجلود مع جودة أيضا في المنتج الأولي اللي هو الجلد من أجل الاستغلال في الوحدات الدباغة.